شرعي نظام وقصدي وامريكا امريكانا رجيم سوري جيد خوازي خفر بكن وبعض هم اشر 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 بكن واز شر داعش بكن امريكان دي في حاله هاني دي امريكان خوازي خفر بك ونا خوازي شوشرتي كم شري ويد هم بري داعش بالنسبه لمناطق كردي دي از وكي دي اصل الفكر انا عشائري عربي ايلو تسليح كرن اف عشائري عربي دي روجي تي دي بشتي شر داعش دي بشتي شر داعش دي از بيجي مهم بري يبكي ويبسكن وخاصه بكو قضيه كردي ملتي كرد بقشتي يعني دفرد امريكا نجم مصلحه وناي قشر شي بده مناطق كردي دي از بيجم امريكا ناهله دور او داعش رقا ايرو قش باز دن خل عشائر عربي دقرن اب عشائر جو ايرو دريه تطويع يفكرن او داعش رقا يدير ازولي بري و ايرو باز جمع عشائر عربي تن تسليح كرن بن نابي حشد الشعبي.